شهدت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بوريس فهمي إسكندر أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالمحكمة، كما أدى أيضا اليمين القانونية الأعضاء الجدد بهيئة المفوضين بالمحكمة. بهذه التعيينات اكتمل عقد المحكمة بأن أصبح تشكيلها متضمنا لكافة الجهات والهيئات القضائية. تم أداء اليمين القانونية نفاذا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 22 بتعيين نائبين لرئيس المحكمة وأعضاء بهيئة مفوضي المحكمة، وذلك بعد أن اكتمل عطاء عدد من أعضاء المحكمة ببلوغهم سن الإحالة للمعاش أو بالوفاء لرحمة الله تعالى. وبهذه التعيينات اكتمل عقد المحكمة بأن أصبح تشكيلها متضمنا لكافة الجهات والهيئات القضائية إعمالا للمادة الرابعة من قانونها، لتظل المحكمة الدستورية العليا حامية للدستور حارسة لتخومه باعتباره الوثيقة التي ارتضتها الأمة لضبط حركة الحياة في مصر الكنانة.